وسيستمر دائما حاضرا في المؤسسه سواء في صوره او في شكل المركز الذي سيتم انشاؤه او المبنى الذي سيكون باسمه هو حق له، وكل ما سيتم عمله في اطار احياء تجربه وقيمه واهداف وكل ما يعني ما قاتل الرجل من اجله في حياته مؤسسه لن تتوالى. في الحقيقه بتعمل كل ما يمكن ان يؤدي الى افضل شكل من اشكال التكريم للراحل العظيم، و يعني سواء كنت انا موجود في هذا الموقع او اي حد اخر.